وفي ملف حياة كريمة، اختتمت اليوم أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بأم الحويطات التابعة لإدارة سفاجة الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي استمرت على مدار يومين. كما تم توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 242 حالة بمختلف التخصصات الطبية، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. في إطار مبادرة رئاسية حياة كريمة في القوافل العلاجية بالمجان، احنا عندنا كل الأقسام هنا في القوافل بيكشفوا كل الأقسام بالمجان، بيجوا يصرفوا عندنا هنا الأدوية. احنا عندنا الحمد لله غطينا أكتر من 100 صنف، فبنقدر نصرف كل الأدوية لكل الأقسام بالمجان. موجود عندنا هنا كل حاجة بالمجان، الناس بتكشف بالمجان كذا تخصص، من ضمن التخصصات يعني بطنة وأسنان وجلدية وفي كذا حاجة، بعد كده بتروح تعمل فحوصات بالمجان، وبعد ما تخلص الفحوصات بتيجي تصرف عندنا الأدوية عندي هنا كله بالمجان.